وصلنا لوقت الكلام الطيب وما أحوجنا لسماع والعيش جوه الكلام الطيب اللي كلنا محتاجينه في الفترة الزمنية اللي كلنا عايشينها، وده اللي حريص عليه دايما أحلام مواطن مع مؤسسة سقيا الماء، إن احنا دايما نبقى بنفيد الناس قبل ما نساعد الناس. انضم ليا وبيشرفني على المستوى الشخصي وجودي معايا في هذه الفقره اللي بتشرف بيه دايما فضيله الشيخ احمد علوان احد علماء الازهر الشريف. برحب بك يا شيخ احمد ومنورنا. الله يكرمك يا حسين، تسلم. ربنا يا رب يعزك ويفيدك باللي هتفيدنا بيه النهارده. اخترت لنا عنوان النهارده مهم جدا، الناس حابه تبقى بتعرفه، اكيد كل البيوت المصريه عايشه تفاصيله، فحابين النهارده ان شاء الله كده قبل ما نتوكل على الله كده ايه نفيد الناس بعلمك. توكل على الله. زي ما اتفقنا ان حدود العلاقه بين الزوجه وشقيق زوجها، علاقة مراتك واخوك زي ما احنا شايفين بصيغة القرابة دي، كان العنوان اللي اختاره لنا فضيلة الشيخ احمد علوان. حابين النهاردة بشكل واضح ومبسط مهم جدا ان احنا نبقى بنوضحه نظرا للناس اللي بعتولنا كتير في هذا السؤال. فعنوان عريض للوصف ده، عاوز اخد توصيف الشيخ احمد علوان لكلمة حدود العلاقة ما بين الزوجة وشقيق زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد بحيي حضرتك وجمهورك الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا. اللهم آمين. أهم حاجة وأول حاجة وتاني حاجة وآخر حاجة أن ينضبط المجتمع بضوابط الإسلام. الواد يقول لك أنا خاطب، والبنت تقول لك انا مخطوبه، وبابا بيثق فيا. الثقه شيء، وان انا التزم باللي ربنا سبحانه وتعالى امرني به ده شيء تاني. انت متربي وانت متربيه بس الشيطان شاطر. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما خلا رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما. يبقى دي ما فيهاش بقى ثقه وما فيهاش، لا دي فيها شهوه عند اي حد، فيها أن الخلوة أو أن الشيطان قد يوسوس للإنسان، قد يتجاوز الحدود. وارد ولا مش وارد؟ وارد طبعا، بيحصل ولا مش بيحصل؟ طبعا. طيب، علاقة الزوجة بأخو زوجها. أيوة. علشان إحنا مش عاوزين برضو، يعني خلي بالك حضرتك، أنا ألبس العمامة الأزهرية، الأزهري وسطي، أنا لا عاوز الأمور سايبة على البحر ولا عاوز الأمور مقفولة، لأ. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والضابط عندنا إيه؟ هو الشرع. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرع بيقول إنه أخو زوجك ده أجنبي. أجنبي يعني إيه؟ مش أجنبي يعني خواجة جاي من بره، يعني هو لازم تاخدي بالك إن هو مش من المحارم. يعني إيه مش من المحارم؟ يعني ما تتعامليش معاه بكل بساطة. ما ينفعش تيجي تقول لك أصله زي أخويا، لا مش زي أخوكي، أصل ده أنا لو كنت اتجوزت بدري كنت خلفت قده. هو ده بيتقال فعلا يا شيخ أحمد؟ لا. يعني ده واقع نظرا لطبيعة الحياة أو المجتمعات أو حتى السكن في بيوت واحدة نظرا لظروف اقتصادية ما، مثلا بيشوفوا بعض بيقابلوا بعض كأسرة وليس كشخصين. التعامل في سياقه الطبيعي الإسلام لا يحرم ولا يدير. كلام محترم، كويس، كلام محترم. في سياقه الطبيعي، ازيك ازيك مش عارف لقاها في مكان، طب عاوزه حاجه؟ في سياقه الطبيعي، انا قلت لحضرتك انا لا عاوز تساهل قوي ولا عاوز ان انا مثلا هي تشوف مكان فدري وشها منه، او لا هذا طبعا لم نقل به، لكن احنا بنقول يبقى فيه توازن. توازن ازاي؟ ما يجيش يبقى فيه انبساط قوي وهو يكلمها وتيجي تقول لك أصل أنا برتاح في الكلام معاه، الأمور قد تصل لهذا، قد تصل لهذا، وما حكم هذا؟ لا يجوز شرعا، أصلا لا يجوز إن هي تتجاوز الحد أو إن هي تتجاوز في الكلام إلا مع زوجها، زوجها اللي هو الشرع أذن لها أن تتكلم أو أن تتجاوب معه. شوف إحنا عندنا برضو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا صريحا صحيحا واضحا في هذا الشأن. جاء رجل، أو عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. يبقى أطلقها صلى الله عليه وسلم، خشش على واحدة حتى لو والدتك، لازم تستأذن على زوجتك، تستأذن. حتى كم من هدي كمان. شوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، علشان برضو لما تلاقي الإتيكيت في التعامل، شوف إتيكيت، يعني مثلا كان مثلا يعرف الإتيكيت قبل أي حد، ويعرف الرقي قبل أي حد صلى الله عليه وسلم. فكان من هديه إذا قدم على أهله ليلا، كان بره وراجع مثلا بعد العشاء، وراجع من صفا، وراجع من معركة، كان يعلم أهله. ليه؟
ربما مثلا بتعمل حاجه قفا في المطبخ مش عارف ايه، فتستعد وتتجهز لزوجها، مش اللي هو انا رايح فجاه اشوفها بتعمل ايه ولا طب عليها، لا لم يعل لم يعل يعني حتى وانت داخل على اهل بيتك مراتك او اسرتك كان سيدنا النبي ان هو بيعرفهم ان انا جاي ان طبعا. وبعدين سبحان الله برضه بيقول لك عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل ليلا كان يسلم سلاما لا يسمعه الا اليقظ، علشان ما ايه ما يزعجش لو السيدة عائشة او حفصة او حد من زوجاته نايم، مش يقول بقى مصاح اللي في البيت انت ازاي نايمة، اليقظ المنتبه اللي موجود بالفعل عشان ما يزعجش اللي مريح او اللي نايم. هكذا كان يفعل رسول الله، هو ده ديننا. اللي يعمل خلاف ده يبقى هو مش منضبط بضوابط الشرع. طب هتلاقي يا شيخ احمد حد يقول لك ما احنا متربيين سوا، حدود العلاقه كلها في الحدود الراقيه المحترمه المهذبه. سيدي الفاضل انا قلت لحضرتك حدود العلاقه ما فيش مشكله، لكن هب ان هما الاثنين خلاص ما فيش حد غيرهم في البيت، ينفع؟ شرعا لا يجوز. لا يجوز. ليه؟ خلي بالك انا بقول لحضرتك وديتك العنوان اللي بنتكلم في ده جراء اسئله كتير جدا جات لي، انا مهتم بالشان الاسري وحصل تجاوزات لا حصر لها. خلينا في التجاوزات دلوقتي. النبي لما قال اياكم والدخول على النساء، فيوم احد الصحابه يقول له افرايت الحم، حم له اخو الزوج. قال النبي الحم الموت. يعني اخ الزوج ده ممكن يدمر الدنيا. ليه؟ قال لك الغريب مش هيجي لها، لانه لو حد مثلا مش من الشارع او مش من الحي وجاي وبيتردد على بيت، بيتردد على بيت ده غريب، الناس هتستغرب وهو مش هيجرؤ انه يعمل ده. لكن هو اخو ايه؟ انا جاي لاخويا، محدش عارف بقى اخوه عنده صفه الرسميه والاسريه. ايوه يبقى هنا يقع الخطا. في مثل حلو قوي قوي خلي بالك، ويعني هو بيجسد الناحية الشرعية. مثل بيقول ايه؟ نم عند اختك وما تاكلش عندها، وكل عند اخوك وامشي بعدها. الله. نقوله تاني. نقوله تاني. نم عند اختك وما تاكلش عندها. ليه؟ لان مين صاحب البيت؟ جوز اختك. الزوج الراجل. هو ممكن يقول بقى واحنا فتحناها بقى وكاله بقى ولا فتحناها مش عارف ايه، كل ما يعوز ياكل يجي ياكل، خدت بال حضرتك؟ نام عند اختك، فانت لما تنام انت مش مكلفه حاجه، ده بالعكس انت لو العلاقه بينك وبين نسيبك بقى جوز اختك واصحابك. فلو دخل زوج اختك وانت نايم مثلا ممكن يقول ايه؟ ما حدش يعمل صوت يا ولاد عشان خالكم كده. هو ماشي، يبقى نام عند اختك وما تاكلش عندها، كل عند اخوك، اخوك بقى ده صاحب البيت هو اللي جايب الاكل، هو جيبك جيب كل عند اخوك وامشي بعدها، ما تقعدش بقى نقعد بقى نتساهر بقى. اذا كان زوجها اخوك موجود وهي موجوده ما فيش مشكله برضه في التعامل في هذا السياق، لكن مثلا ايه؟ ما ينفعش ان هو كزوج او اخوه يجي رايح مشوار، قال له اروح مشوار واسيبك بقى، لا ما تسيبوش. في ناس ممكن يبقى عندها المساحه دي ان هو ده اخويا وكده. ده بالنسبه للتعامل. ناهيك بقى عن موضوع الملابس، لان هو طالما انه اجنبي يبقى لا تظهر امامه الا كما تظهر امام الاجانب، امام الناس اللي في الشارع. يعني لو محجبه تبقى لازم لابسه مقتضيه الحجاب تماما بحجابها قدامها قدام من برضه. هنا حته ان احنا نقول اصله 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 مش عارف ايه واصله يزعل، هنا انت هنا انت عاوز تقفل الباب ده خالص من نوعيه الكلمات اللي نزل بها من سلطان. انا لم اغلق، لكن الاسلام وضع ضوابط ووضع حدودا احنا بنبينها للناس، انا ما قلتش. جميل جميل. الله سبحانه وتعالى في سوره النور، يعني ايه سوره النور؟ يعني يا جماعه يا مجتمع يا بشر، لو انتوا عملتوا بالايات دي وانضبطتوا بيها هتعيشوا في نور. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن، دول الناس اللي احنا ممكن ايه نظهر قدامهم اللي هم يعتبروا من المحارم. غير كده الانسان ما يتجاوز. خلي بال حضرتك وهي لو عمل ده هترجع تندم. يعني لو هتسمح لي اقول لك من الحاجات اللي جات لي والمشاكل. معانا دقيقه يعني هقول لحضرتك. هو ولد ابن اخت زوجها، ابن اخت زوجها، ولد في جامعه، بيخلص جامعه، يعني بيقول لزوجها يا خال. تمام. زوجها ممكن شهر اتنين مش موجود في البيت وهو واثق فيه، وده ابن اختي الصغير، واثق فيه يجي ويبات مش مشكله، ويقعد باليومين الثلاثه. الموضوع تطور لحد ما حصل غلط.
شوف خلي بالك يعني، شوف الثقة وصلت لفين يا جماعة. لا الثقة حاجة، وان احنا نحاول ان احنا نقول يا جماعة شرع ربنا سبحانه وتعالى ننضبط بيه عشان ما نرجعش نندم بعد كده. هب ان الزوج عرف ابن اخته عمل كده بزوجته كيف يتصرف؟ يعني دايما زي ما انا بقول يا جماعة، ما فيش اجتهاد في نص قرآني أو حديث، لا اجتهاد في نص قرآني وحديث. يعني ده كان الجزء الأول. بشكرك جدا الشيخ أحمد، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع فضيلة الشيخ أحمد علوان، أفضل المعروف إغاثة الملهوف. فاصل ونرجع مع سقي الماء وهذا العنوان. تحت عنوان إغاثة الملهوف، شفنا في المساعدات اللي الدولة المصرية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص في أسرع وقت عشان يقدم الدعم ودخول المساعدات بكل أنواعها لأهالينا في غزة، شفت دايما المجتمع المدني أعتقد وهو قال إن هو شريك أساسي في عملية التنمية يجي هنا فضل وقيمة المؤسسة الخيرية زي مؤسسة سقيا الماء للتنمية هي وغيرها في تقديم الدعم لأهالينا في غزة. العربيات والكونتينرز الكتيرة قوي اللي انتوا شفتوها اللي موجود فيها كل انواع المساعدات بتأكد لك وانت بتشوف اللحظة دي ان كل المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية اللي على شكل سقيا الماء، وشفتوا معايا في اخر حلقة لينا الدعم اللي تقدم من وزارة التضامن للمؤسسة، اعتقد ده بيأكد دور ايجابي قوي لمؤسسة سقيا الماء هي وكل شركائها في الدعم حتى لو خارج حدود الوطن لأهالينا في غزة بكل أنواع المساعدات. يعني الخير مع سقيا الماء مش جوه بلدنا و27 محافظة بس، لا ده كمان ممكن يتخطى حدودك لغاية غزة، لأن اللي هناك برضو بني آدم لحم ودم ومحتاج حد يطبطب عليه ويساعده. شيخ أحمد، أفضل المعروف إغاثة الملهوف عنوان مهم جدا، ودايما لما تبقى أنت بتقدم الدعم في وقت صعب غير لما تقدمه في الظروف العادية، لو أنا فاهم صح حضرتك صحح لي برضو جميل. عشان أهالينا اللي بتواصلوا معانا وبيشوفوا أرقام المؤسسة، عشان برضو التواصل مع الناس في التوقيت الصعب أعتقد بيبقى قيمته أو حتى ثوابه ربما يكون أكبر لو أنا فاهم صح. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام حضرتك يعني مهم جدا ورائع، لأنه فعلا المفروض الواحد أصلا في وقت الشدة إذا ما ظهرش ووقف جنب أخوه ووقف جنب والده ووقف جنب والدته، طبعا هو اللي في مقام والدي وزي والدي واللي في مقام والدتي وزي والدتي، مش لازم يكون جاري ولا لازم يكون، لا في أي مكان ما دام أنه يدين بديانة الإسلام، فلما يحتاج إغاثة أو يحتاج أن هو نقف جنبه ونغيثه ونساعده ونقضي له حاجته ده واجب عليا. لما ربنا سبحانه وتعالى قال انما المؤمنون اخوه، ما قالش الناس اللي في العيله ولا اللي في الشارع ولا في حي، طالما ان احنا بيجمعنا رباط الاسلام يبقى احنا لازم نقدم المساعده طالما فتح قدامنا ده. يعني لما تيجي مثلا مؤسسه سقيا الماء تقول لك احنا عايزين نعمل وصلات ميه، احنا عايزين نساعد الناس، احنا عايزين نسقف البيوت، واحنا عايزين نعمل قوافل عشان موسم الشتاء، احنا عايزين مش عارف نعمل ابار، عايزين نعمل انواع من الخير، صكوك نخيل او فدان خير او الى اخره، كل ده ما هو في الاخر بيصب فين؟ بيصب في مصلحه فقير. ما هو الفقير ده عباره عن واحد ملهوف، واحد بيستغيث، هو ممكن يكون صوته ما وصلكش بس قدرت مؤسسه سقيا الماء ان هي توصل صوته للناس اللي بتشوفها والناس اللي متابعاها. فدي نقطه مهمه جدا. ليه؟ لان طبعا المؤسسات الخيريه وعلى راسها مؤسسه سقيا الماء هي تعمل بدور الوسيط، هي وسيط ما بين الغني اللي هيطلع فلوسه يقول لك انا مش عارف اودي فلوسي فين، انا مش عارف اتصدق فين، يا جماعه دلوني. فتيجي مؤسسه سقيا بتقول لك والله في 1 2 3 4 10 انشطه تقدر تحط الخير بتاعك فيهم، اللي هو لما ربنا سبحانه وتعالى قال فاستبقوا الخيرات، طب ما انت عندك 10 ابواب من الخير ومش خير واحد. يلا بقى شوف مؤسسه سقيا الماء وتواصل معاها وشوف الارقام بتاعتها وقول لهم انا حابب اتعرف على الانشطه، انا حابب اجي لكم المقر، انا حابب اشوف انتوا عملتوا ايه، سابقه اعمالكم ايه، واحط الخير بتاعي. طيب المؤسسه وسيط ما بين ايه؟ ما بين الغني اللي عاوز يطلع زكاه ماله او عاوز يغير
حديث ملهوف أو بيشوفنا دلوقتي فتحرك عنده حاجة، أنا عايز أعمل حاجة، فين المؤسسة دي تبدلوني، فيبدأ يتواصل معاه، فيتقوم بدور الوسيط ما بين الغني اللي مش عارف يودي فلوسه فين وبيدور على أبواب الخير، وما بين الفقير اللي قاعد في أوضة ولا قاعد في مكان، ولا يلتحف السماء ويفترش الأرض، بالذات إن احنا داخلين دلوقتي على موسم شتاء وعلى برد وعلى مطر، وعاوزين بقى يبقى في مساهمات ودافع وبذل وإنفاق وحاجات كتير احنا محتاجين ان احنا نعملها، لان الفقير مش هيجي يخبط على بابي، احنا لازم نروح له، لازم نروح له. عشان كده حابب دايما اخد من كلامك ووري الصوره للناس. طبعا. انت بتقول لي الملهوف، والملهوف ده معنى عميق قوي. سقيا الماء بتقول في سلوجان بتاعها او في شعارها زي ما بيقولوا، سقيا الماء للتنميه، نعمل من اجل الانسان. خد بالك اعلاء قيمه الانسان هنا. طبعا. ونعمل طبعا. من اجل الانسان دي مش كلمه نسمعها ونعديها. صحيح. طب ما يلا نشوف الانسان التي تعمل من اجله سقيا الماء في اول تقرير لينا لتوصيل وصلاه المياه، ونرجع نكمل الكلام الطيب مع شيخنا الطيب. ابواب الجنه ثمانيه، ولعظم الصدقه جعل الله سبحانه وتعالى لها بابا من بين هذه الأبواب الثمانية، وتقف الملائكة يوم القيامة على كل باب من هذه الأبواب لتنادي على أصحابها، فمن كان من أهل الصلاة نادت عليه الملائكة على باب الصلاة أن يدخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام نادت عليه الملائكة ليدخل من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة نادت عليه الملائكة التي تقف على باب الصدقة تقول له تعالى فادخل من باب الصدقة. فإذا أردت أن تدخل الجنة من باب الصدقة فعليك بالصدقة. بصدقتك وزكاتك مع سقيا الماء هتوصل المية لكل محتاج. مين قال إن مفيش مية؟ المياه موجودة لكن محبوسة في خيالهم، الصحراء والجبل شربوها بالكامل، خلوا الناس هنا تمشي تجري وتجري، تصحى وتنام، ملهاش غير هم واحد، كوباية مياه يشربوها. ازاي ابطل امشي بالخمسة والستة كيلو عشان بقي مية؟ وازاي اوفر تلات او اربع ساعات من يومي عشان بقي مية؟ الناس هنا عايشة وراضية، لكن حياتهم فيها جزء كبير ناقص، جايز لما يبطلوا يشربوا مية مالحة. لما يحتاجوا يشربوا مية كل اللي عليهم يعملوه هو انهم يفتحوا الحنفية مش اكتر. جايز لما يحسوا ان في حد معاهم ومشاركهم في الهم الكبير ده. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. شيخ أحمد، أشهد الله وأقسم بالله العلي العظيم، أثناء خروجي مع سقيا الماء للنوعية دي من التقارير في كل المحافظات، الناس اللي بيوصل لهم وصلة المية عن طريق المؤسسة بتبقى بالنسبة له كما لو كنت أهدته ألماز ذهب، أهدته أغلى حاجة، في ظل أن الموضوع عبارة عن ماسورة مية وحنفية. بتشوف ده إزاي؟ بشوف ده انه هو يعني
كان منتظر ده بقاله فترة، ولما جاله لأنه ما كانش متوقع إنه حد يعمل ده معاه أو إن حد يجي يخبط على بابه يقدم له الخدمة دي. أنت زلت من على كاهله أعباء كتيرة جدا. ليه؟ لأنه كان بيعاني هو وزوجته وعياله، وممكن كانوا يتضايقوا أو يتخانقوا أو مش قادرين، أو هو هيجمع ما بين الشغل ولا هيجمع من ما بين مثلا حاجة هيروح يملاها، وده جهد ووقت وفلوس ونفسية ومادية. طب انت لما انت جبت له الميه لحد عنده خلاص انت ازلت كل الاعباء والمتاعب ديت عن حياتي ومن حياه هو وزوجته واولاده. فدي نعمه كبيره والله، من اعظم النعم التي يفعلها الانسان انه يغيث ملهوف وانه يسد حاجه فقير وانه يطبطب على فقير. المسألة يعني أنا نفسي الناس اللي بتشوفنا دلوقتي، لو حابب أي حد بيشوفنا دلوقتي يجب نفسه ويشوف فرحة الناس اللي بيوصلها وصلت مية، وصلت مية 3500 جنيه، والله هيعمل ده لو هو مقتدر هيعمله كل شهر. سقي الماء حريص على ده وبتتناقش مع متبرعينها ومتابعيها. تعالوا يا جماعه معانا باصات، معانا اتوبيسات، تعالوا معانا لغايه مكان التبرع والخير اللي انت عملته، وبتاخدهم وبتروح وبنشوف كده في التقارير. صحيح، انا بقول لحضرتك يعني في ناس قبل كده لما جات وشافت الناس كانت بتدمع من الفرحه، الناس المتبرعين، ويجي مثلا يقول لك انا خلاص انا مثبت حاجه كل شهر لازم اعمل حاجه. معايا رسائل للناس لسقي الماء في الاطار ده، بما انك سبحان الله وربنا كده اللي بيرتبها. اتفضل. يلا نشوف تقرير تاني فيه الرسائل المهمة اللي من فرحة الناس بالتعاون مع سقي الماء، ونشوف قالوا لنا ايه، ونرجع نكمل تاني مع الشيخ احمد علوان. نشكر مؤسسة سقي الماء، الحمد لله اللي عملت لنا البير دا ومية مية، واحنا شربنا منه مية ومية مية، جزاكم الله خير، وهي جزاء الله خير اللي عملت. أنا بشكر مؤسسة سقيا الماء كلها، جزاهم الله خيرا عني وعن ابني. الناس دي بصراحة بتتعب، والله بتتعب بتتعب بتتعب. طبعا يعني مهما كافئتهم مش هتدوم مكافئة ربنا، هي مكافئة ربنا عينها لهم إن شاء الله. في مصداقية وأمانة أمانة أمانة، وربنا يجازيهم كل خير. يجازيكم خير، والله يكفيكم شر المرض، والله يديكم رزق من عند ربنا. يا بلادي صباح الخير، أنا جاي ونفسي طويل، وهخلي الحلم حيا عمري ما يمحي الليل. يا بلادي صباح الخير، أنا جاي ونفسي طويل، وهخلي الحلم حقيقة عمري ما يمحي هالليل. سقي الماء سمعتكم أكتر، والمية هتفيد وتكفي، رحنا بنينا أبار ونعمر، واحنا بوعدنا بنوفي. كان صعب يلاقوا الميه وكأنه حلم بعيد، رحنا وحفرنا أبار والدنيا صبحت عيد، والدنيا صبحت عيد. يا هناه ويا سعد ويا فرحته ويا فخره ويا عزه، من بنى هذا البئر أو ساهم فيه فإن أجره عند الله سبحانه وتعالى كبير وعظيم. ربنا بيقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ربنا كريم، لكن كرم ربنا تبارك وتعالى بيعطي الأجر والثواب على من أكرم عباده. دايما كنا نتكلم كده ونسمع عن مؤسسة سقيا الماء وهي بتفعل الخير، بتعمل الأبار، بتعمل وصلات المياه، سقوق النخيل، حتى كراتين الخير اللي هي مستمرة بفضل الله من قبل رمضان وفي رمضان ومستمرة بعد رمضان. كنا بنسمع الكلام ده نظري، لكن النهاردة شفنا عملي. جينا وأنا أول مرة فعلا أجي وأكون على أرض الواقع كده أشوف مؤسسة سقيا الماء،
وهي بتبدأ تتعاون وتمد يد الخير للفقراء. جزا الله خيرا مؤسسة رقيا الماء، وجزا الله خيرا القائمين عليها ومن دل على هذا الخير ومن أعان ولو بكلمة. بصداقتك وزكاتك مع سقي الماء هتوصل المية لكل محتاج. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. خد بالك لما تبقى سقي الماء للتنمية بتراهن عليك أنت، يبقى أنت وأنت بتشوف ده اسمعه بتركيز. مليون مؤسسة مجتمع مدني، لكن لما تسمع دايما من المتبرع وهو بيروح وبيشيد بأداء وتعب ومجهود وتوصيل الخدمات من خلال المؤسسة للمحتاجين، أعتقد دي كلمة تأكد اللي دايما شايفينه في جسر الثقة ما بين المتبرع اللي بيتصل على الأرقام دي وما بين المؤسسة. دي أعتقد زي ما أنت قلت لنا قبل ما نشوف التقرير حاجة جميلة. تعالوا وشوفوا، شافوا وقالوا اللي سمعناه شيخ أحمد، أعتقد بتبقى أمور إيجابية جدا عن المؤسسة. طبعا، لأن هو اطمن على الحاجة اللي دفعها واطمن على التبرع بتاعه، فراح شافه بعينه وشاف على أرض الواقع النخلة اللي زرعها ولا البير اللي اتبرع بيه ولا وصلة المية، فأكيد ده خلاص أنا الفلوس بتاعتي أنا راحت في مكان آمن وراحت في مكان أنا أثق فيه، فده هيديني دفعة أنا وغيري إن أنا أولا طالما أنا اللي دفعت واتبرعت وشفت ده بعيني على أرض الواقع، لأنا هعمل 2 و3 و4، وبالتالي هينعكس على الآخر الذي لم يتبرع بعد. خلاص طالما الناس دي اتعامل، طب أنا خلاص أنا هعمل زيهم. وده حصل معانا كتير بفضل الله سبحانه وتعالى. المصداقية دي وإنك تحسن في عملك وتنال ثقة المتبرعين والمساهمين معك، ده أمر ليس بالهين. فالناس تبقى حريصة إن هي تحط بصمتها في المكان الصح وفي المؤسسة الصح. علشان إيه؟ علشان أنا لما أشوف الحاجة اللي أنا دفعتها أشوفها بعيني، أكيد دي حاجة أولا بتفرح الواحد، اللي هو أنا دفعت 3500 جنيه ورحت لقيت الوصلة، والوصلة أنا شفتها راحت للبيت وأهل البيت فرحوا بيها، أنا هحس بالتعب ده فرحان بيها. بيني وبين ربنا عملت حاجة كويسة، حسيت إن أنا عملت حاجة، حسيت إن أنا ليا لازمة في الحياة، حسيت إن أنا فعلا قدمت حاجة، حسيت إن أنا لأ. يعني إذا كان الناس فرحت ب 3500 جنيه اللي أنا كشخص أنا ممكن أصرفهم في يومين ثلاثة، طب وأنا ليه ما أعملش تاني لناس تانية وأفرح ناس تانية وأفرح ناس تانية؟ أنا فاكر كويس قوي 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 إن في ناس اتبرعت، في شخص اتبرع ب 60 نخلة. ما شاء الله. 60 نخلة، اضرب 60 في 4000 جنيه. ده شخص واحد. ليه؟ لأن هو لما شاف المصداقية وتواصل مع المؤسسة ولقى الحاجات دي على أرض الواقع، خلاص أنا عايز أعمل خير، أنا عايز أفرح بدل ما أفرح واحد أفرح اثنين. يا سعد وهناء ده برضه. طبعا طبعا، ما هو يعني كلما الإنسان يكون بذله أكثر كلما كان ثوابه عند الله سبحانه وتعالى أكثر. من جاء بالحسنة فله خير منها. بسرح معاك في كلامك وعنواننا اللي أنت اخترته لنا برضه في الجزء ده مع سقي الماء، افضل المعروف اغاثة الملهوف. الفرق ما بين المعروف والاحسان، عارفين دايما وربنا اللي قايل وديننا اللي قايل هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وان الاحسان كلام جميل. هو في فرق بين الاحسان وعمل المعروف؟ حلو قوي والله، ارتجلته كده على الله. حلو قوي. المعروف ان انا عملت حاجه حلوه في حد، الاحسان ده انا عملته كما ينبغي، احسنت فيه. لا اوضح قبل ما اشوف التقرير. قلت لي يا شيخ احمد انا عايز اشرب ميه، ورحت جايب لك اي كوبايه كده وايه وتفضل اشرب، ده معروف، جبت لك ميه حلو. لكن انا عايز احسن، عايز اعمل احسن حاجه، لا رحت جبت احسن كوبايه، لو مش نظيفه نظفتها، لو عندي ميه معدنيه او ميه متفلتره حطيت لك ميه، قلت لك ايه اتفضل على طبق، اللي هو انا عملت اللي كل اللي اقدر عليه عشان اقدم لك الحاجه في احسن حاجه. الله، هو ده الاحسان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، واللي أنا بسميها صدقة العاطفة، إنك بالعاطفة لازم تراعي مشاعر الفقير، ما تكرمشلوش الخمسة جنيه ولا العشرة جنيه، لا أنا أحب أعمل إيه، ممكن تعطرها، فاكر؟ ممكن تحطها في ظرف، ما بلاش تحرجه وتديها له قدام حد، لأنك أنت قبل ما تديها له أنت أذيته. ما تقولش ما أقصدش، تقدر تديها له بس مش قدام حد. صحيح صحيح. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، انت كده يعني ممكن تكون ضيعتها.
أو أنت ما راعتش فيها مشاعره قوي. فقبل ما تتصدق بالمادة تصدق بالعاطفة. شوف أنت لو أنت مكانه هتقبل أن حد يديك حاجة قدام حد؟ هتقول لي لا خلاص. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك. وهناك من يحسبهم الناس أغنياء من التعفف. صحيح. حتى لو محتاج صحيح. اللي أنت بتدهوله. صحيح. وفي ناس بتعمل خير وتقول لك فاعل خير ما تقدرش تقول اسمها عشان بتفكر بنفس الطريقه بتقول عليها دي. صاحبنا ابو 60 نخله عشان وقتنا حابب اوري الناس النخل وهرجع اسمع دي. بس انا حابب افرحهم مع سوقي الماء. طب ما يلا نشوف اخر تقرير معانا ونرجع نكمل مع الشيخ احمد علواني. بشكر حضراتكم، بشكر كل اهل الخير اللي جم تعاونوا هنا مع مؤسسه سوقي الماء. وزي ما احنا شايفين الارض كلها غرقانه بيفط بيضه وبالنخل، والخير اللي جاي اكبر، والكره بإذن الله رب سوقي الماء هتنتشر أكتر وأكتر لمساعدة أهالينا المحتاجين. بصراحة أنا تعمدت وقاصد إن أنا أصور جنب الصك كده. الصك كده رقم كام؟ 3554 بعنوان أو الاسم بتاعه صحبة في الخير. لكن أنت لما تعمل حاجة بينك وبين ربنا أنت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. من اللي قال كده؟ سيدنا النبي. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين. كناية عن التستر، وكناية عن التخفي، وكناية عن أنه يسر عمله لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فواظبوا على هذا وبادروا بهذا، واجعلوا بينكم وبين الله سبحانه وتعالى خبيئة. أنا فرحان جدا النهاردة وبجد سعيد جدا جدا. في يوم من الأيام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم مبشر الأنصارية رضي الله عنه ولقى نخل، فلقى نخلة مزروعة كده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من غرس هذه النخلة؟ مين اللي زرع دي؟ وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو دابة أو شيء إلا كان له به صدقة. أيوة طبعا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيه اللي يحصل؟ فلنحيينه حياة طيبة. ودايما أقول كده، مد الخير ومد إيد الخير في هذه الحياة هتلاقيها أضعاف مضاعفة يوم القيامة، لأن الخير ده بيروح عند الكريم سبحانه وتعالى، والكريم إذا أعطى أدهش بعطاء. في مؤسسة سقي الماء أبواب الخير كتير، شارك معانا في خير عظيم وأجر كبير في أكبر مشروع خيري للصدقة الجارية، وقف النخيل اللي ريعه دخله هيصرف على كل أبواب الخير وهيوفر لكتير من أهالينا حياة كريمة. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. قبل التقرير كنت عاوز تقول لي حاجة، وقلت لك طب ما نفرح الناس عشان صاحبنا ابو 60 نخل. كنت عايز اعلق على مسألة الإحسان، ان هو مؤسسة سقي الماء حريصة فعلا ان هي بتقدم للفقراء وبتقدم لاصحاب الاحتياجات الحاجة بفضل الله في احسن صورة، سواء وصلات مية، سواء الآبار. يعني كان سقي الماء لها الفضل ولها السبق في ان هي الآبار التخزينية اللي بتتعمل في مطروح، وحتى الابار الارتوازيه. هتكلم الاول على الابار التخزينيه اللي بتتعمل في مطروح وسيوه.
انه كانت الابار زمان او اللي كانت بتتعمل في وقت قريب يعني ان هو بيملى كده بالجردل وبالحبل ويملى، لا عملنا المؤسسه عملت ايه؟ بنت بناء كده صغير وعملت خزان وعملت حنفيات علشان ما تتعبش نفسك خالص، انت الميه هتطلع من البير للخزان وانت اشتغل من الحنفيه. المحافظ اشاد بيها اللي هو خالد شعيب. خدت بالك؟ فكانت المؤسسه بفضل الله ده من باب الاحسان، ده امر الابار الارتوازيه بيتعمل جنبها وحده فلتره علشان احنا مش هنعمل البير وخلاص والميه تصلح او لا تصلح، او لكن هنعمل جنبها وحده فلتره وخزان بحيث ان الميه تبقى برضه مفلتره وتتقدم للناس باحسن شكل، هذا هو الاحسان. يبقى حتى سقيا الماء وهي تعمل انها تقدم الخدمه والمساعده لاهالينا تقدمه في شكل الاحسان وليس المعروف، انا مذاكر معاك. نعم. دايما الكلام الطيب مع الشيخ احمد علوان وسقيا الماء ما بيخلصش، لكن دايما حريصين ان احنا كل اسبوع نجي لكم بالطاقه دي رغم كل الظروف. في نهايه حلقتنا بشكر جدا جدا فضيله الشيخ احمد علوان احد علماء الازهر الشريف، بشكرك يا شيخ احمد، موضوعين مهمين جدا، ربنا يعزك ويفيدك بالذي افدتنا بيه. الله يبارك فيك. خلصت حلقتنا لكن ما خلصتش مواضيعنا، الخير دايما مع سقيا الماء ممتد ما بيخلصش، وكمان احلام مواطن هيفضل مكمل معاكم جوه العنوان ده. اشوفكم الجمعه الجايه.